برضو بتعيط؟ برضو بتعيط؟ طب احنا مش من... احنا مش هن... احنا مش هنصور هدوم، وبعدين احنا هنص... انت شيك طول الوقت، انت شيك بالبيجامه. بص انا لابسه بيجامه، بص انا لابسه بيجامه ازاي، انا خارجه بالبيجامه انا كمان اهو. بص لابسه ب... بص بص ده بنطلون بيجامه اهو، وجاكيتة البيجامه، مش قادره البس من البرد. انا مبسوطه قوي قوي ان انت بقيت كويس، مبسوطة جدا جدا. بفضل الله ثم ليك. والناس اللي دكتورة بتقول ان انت خلاص تمام تمام تمام، من القسطرة، وبكرة ان شاء الله انا عشان كده تستكشف كل حاجة القسطرة، وان شاء الله يبقى زي الفل بأمر الله بفضل الله. مش هنسيبك ان شاء الله غير لما تخف تماما، كل حاجة تبقى جميلة جدا جدا جدا. وجعوك النهاردة؟ زعلوك؟ زعل منهم، بس احنا قلنا خلاص. ليه زعلت منهم؟ ليه اضربهم لك؟ لا والله كلهم كويسين، وقعدوا يضحكوا معاه ويلعبوه. قال لهم هجيب لكم لحمه كمان و... لا والله هيعزمهم على لحمه. لحمه؟ اشمعنى لحمه؟ انت جزار ولا لا؟ هو بيحب اللحمه، بيحب يذبح. والله؟ لا والله. ايه الجموديه دي؟ انت اسمك ايه؟ سيد. الله ده اسم حال. خلاص سيبه سيبه عشان لو متضايق. انا بس مش عايزاه يعيط عشان العملية. بس طلع الجنب. لو بيحبك اكتر من مامته ولا ايه؟ لا طبعا بيحب مامته اكتر. انا جاي اهدي نفوس. انت عمته؟ لا طبعا مامته مش موجودة. لا مامته ايه؟ اي كام اشمعنى عايز بابا وانت لا؟ اكتر حاجة بتضايقني اصلا انا عندي في البيت كده، وبتضايق جدا دلعوا اكتر من امي. بس احنا طالع عنا وبناكل ونشرب ونعمل، وبعدين يدخل ما يشوفنيش خالص يروح معديني ويروح على بابا. ليه كده؟ عشان احنا بنقول صح وغلط وما ينفعش، بس الاب ما بيقولش كده. الاب ايوه صح، بيظهر وقت قليل. محظوظين انتوا في كلها. طب انا الحمد لله، بس طبعا انتوا افضل يعني عند اولادكم. انتوا ما فيش غنى عن الام. رايحين الجنه. ايوه هو قال والجنة تحت اقدام الامهات. ايوه ان شاء الله. مش عايزاكوا تقلقوا ان شاء الله. هو انا مش عايزاكوا تشكريني، انا عايزاه يخف. لا انا مش بشكرك والله، مش عشان التصوير وحياه ربنا. انا فاهمك، عشان ده ابني الوحيد بجد. والله ما عندكيش، ما عندكيش غير بجد والله 9 سنين. يعني انا نايمه وقايمه بيه، فاهم؟ انا بشكرك جدا. وصح ليه هو عنده ايه؟ عنده هو اتولد عنده صوب، هما كانوا بيقولوا صوب، بس دلوقتي الدكتور قالت ان هو عنده عيب خلقي، وهو يعني هي مشكله على قد ما هي سهله على قد ما هي صعبه. المفروض كان يعملها وهو صغير، بس مع الدكاتره قضاها لنا ومحدش رد يعملوا العمليه. بس انا ما قلتش بقى ان مفيش غير حضرتك اللي بتعمل العمليات الصعبه والحاجات دي. ف بعت لنا ولا حصل ايه؟ بعت جواب ما فيش، مكملتش 10 ايام ورديته عليا. ستة هي بتقول ايه؟ عشان انا بقولتها من الناس بتبعت وان انا ما بردش. صار 8 سنين ما بعتش. انا المفروض كنت ابعت من زمان، بس انا اللي كنت خايفه وخايفه عليه ان انا اعمل له عمليه. بس لما بعت بصراحه ما فيش 10 ايام وبعتولي رديتوا عليا، وانتوا اللي كنتوا بتتصلوا بيا، وانتوا اللي كنتوا بتقولي تعالي هنا وتدولي المواعيد، وانتوا انا ما كنتش بسعى، انتوا اللي كنتوا بتتصلوا عشان توصلوا. لا ما خلاص، اصل بدل وصلت لنا احنا بنعتبرها امانه وصلت لنا، فاهمه؟ لما يكون ربنا بيقول لي بصي الولد اهو، فبنخاف ان احنا نقصر او ما نعمل. يعني انا كل ما يعني انا ما كنتش شاكه ان حضرتك هتساعديني والله، وكنت مصدقه. وما خلاص بقى حكايه مصدقه مش مصدقه بتهيألي دي قديمه. اه يعني انا ما كنتش شاكه خالص في كده. احنا المره دي عندنا اعداد كبيره جدا جدا، عشان كده انا كنت قلقانه ان الفلوس اللي توصل قليله، فهو حظه كويس انه طلع من اول مجموعه. اه انا بقول هو ربنا مسهلها قوي يعني. ما انا كل انت بتعتبري انه مسهلها قوي، انا كنت معتبره انها متعقده جدا واعصابي تعبانه وحاسه اني متاخره وحاسه ان في ناس كتير بقى. هي تقيله يعني 100 طفل كتير قوي. لا دول بره ال 100 طفل. ما انا ما اعرفش. هو انا لسه 100 طفل دول 100 طفل 100 طفل دول ما لهمش علاج جوه مصر. دول بره ال 100 طفل، احنا عندنا بقى زيهم جوه مصر، بس اللي جوه مصر دول ملحوقه يعني، الدكاتره موجودين والناس موجوده.
يعني الحمد لله وربنا يا ربي يخلي كل واحد بيتبرع بجد. عشان بقول الكلمتين دول بيفتكروا ان انا مثلا محفظهم لكم، ولا نفسي اوصل قد ايه الموضوع ده كان مهم بالنسبه لك. انت ارتاحت لما رديتوا عليا وابتديتوا تساعدوني، انا نفسي ارتاحت، انا بقيت مطمنه. الاول انا كنت مش عارفه ابني هيبقى معايا ولا لا، ده بجد. هو ابنك الوحيد؟ الوحيد. الدكاتره كانت بتقول لك ايه؟ كانوا بيقولوا لي عمليته صعبه، وفي دكاتره بيقولوا احنا ما شفناش الحاله دي قبل كده، وفي دكاتره خايفوا يعملوا العمليه وبس. فانا ما يعني قلت بقى الدنيا اتقفلت في وشي، ما يعني مفيش دكتور، في دكتور بيقول لا انا مش عارف العمليات دي. ودكتورة امل قالت لك ايه؟ قالت لك العمليه جوه مصر ولا بره مصر؟ ما قالتلكيش. والله هي اللي انا حسيته يعني ان اللي هي قالت العمليه صعبه صعبه، يبقى مش تبقى في مصر. قالت لي في خطر، النهارده قالت لي كده، وقالت لي اما نشوف لما يجي الخبرة بكره. انت هتبقى معانا بكره، احنا جايبين خبير من المانيا ان شاء الله بكره، دكتور كويس قوي. لقيت الحاله بتاعته صعبه فقالت بكره. بصي لو وعدك بيه، طبعا ربنا جميل وهيقف معانا ان شاء الله، بس لو وعدك بيه ان احنا هنقدم احسن حاجه ممكن نقدمها. انا والله انا واثقه من غير ما اعمل قصارى جهدي بالامكانيات المتاحه لي، ان جايبين الراجل من المانيا بكره، هيجيب الناس بتوعه ويعمل هنا. قال الموضوع خطر، هنسفره المانيا في احسن مستشفى ان شاء الله، يعني هنعمل كل اللي علينا ان شاء الله. والله من غير ما حضرتك، انا واثقه ومتاكده من كده. والله انا ابني بخاف عليه جدا، وكنت خايفه ان انا اسلمه لاي دكتور بصراحه، بس انا جبت ابني وانا واثقه فيكي، وانا مش خايفه عليه ابدا، والله ما خايفه عليه. واثقه فيكي دي بتتعبني، بس هو اصلا احنا اصلا هقول لك حاجه، يعني احنا بنعمل كل اللي علينا، بس هو بجد في الاخر هو ربنا، يعني هو توفيق من ربنا، هو اللي ربنا كاتبه هنشوفه كلنا، فاهمه؟ الدكاتره قالوا ان ما فيش حل وملوش عمليه خلاص يعني. هي ملوش عمليه دي ما بتتقالش، لكن ممكن يتقال لك ليه عمليه بس نسبه نجاحها ضعيفه، فاهمه؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله. كان بيتقال لي كده كتير، وكانوا بيدخلوا يطلعوا زي الفل. انا متابعه ان شاء الله باذن الله. هو ربنا اصل كريم، ما بيزعلش حد، وربنا يبعد 9 سنين رزقك بيه ان شاء الله باذن الله، يبارك لك فيه. مش ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك، والمره الجايه بكره اجي الاقيك بتضحك، اجيب لك لعبه وانا جايه، هجيب لك لعبه. طب هو بيحب ايه؟ لعبه ايه؟ انا بكره الصبح جايه عشان اول حاجه قالها لي هي هجيب لي لعبه زي اللي ما بتجيب للاطفال التانيه. هجيب، عايز لعبه هجيبها بكره. بس انا حلو قوي في البيت، وعايز يجي لك ويتكلم معاك عشان تعبان دلوقتي. هو بيحب ايه؟ طيب انت عارف اكيد بيحب ايه. لعبه ايه؟ عربيه، عربيه احلى، عربيه، مسدس، هو عنده كم سنة؟ 8.5. انت بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ عندك بلاي ستيشن؟ ما عندكش بلاي ستيشن؟ عارف بلاي ستيشن بيقعدوا يلعبوها على التلفزيون دي؟ عارفها؟ جيبها لك بكرة عشان دي تقعد بقى تتسلى بيها في البيت طول الوقت، تقعد تلعب مع بابا، تهزموا كورة تكسبوا في كل اللعب. ماشي؟ عربية ولا بلاي ستيشن؟ ايه؟ عارف اصلا البلاي ستيشن دي ولا مش عارف؟ رحت سايبر او حاجه قبل كده لعبتها ولا؟ طب خلاص بقى، تبقى عندك في البيت بقى عشان ما تنزلش تقعد في حته الوحشه دي. خلاص بكره ان شاء الله هجيبها لك، اوكي؟ بس ما تعيطش تاني، لو ماما قالت لي انك عيطت مش هجيبها. خلاص؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه.